في ناس بتفكر قبل ما تتكلم، وفي ناس بتتكلم وبعد كده تفكر، وفي ناس بتتكلم وما بتفكرش خالص. في الفيديو ده هقول لكم عن ايه الابراج اللي دايما لسانها سابق عقلها، يعني بتتكلم الاول وبعد كده بتفكر. تعالوا هجيبها لكم بالترتيب، بس من الاقل لحد الاكتر. توقعوا كده مين هيكون اقل برج لسانه بيتكلم، يعني بيفكر اكتر وبيتكلم اقل. في المرتبة ال 12 بيجي برج الحوت. برج الحوت من الأبراج اللي عندها اوفر ثينكينج فظيع، يعني بتفكر كتير جدا، بتقعد تحلل الموقف وبتقعد تحط احتمالات لكل حاجة، تفكيرها طول الوقت، ومع ذلك كلامها قليل، يعني بيفكر كتير جدا وكلامه قليل جدا، وممكن كمان ما يتكلمش، يعني ممكن يبقى في موضوع شغله جدا وبيفكر فيه بقاله سنين وواكل دماغه وشاغل تفكيره وكل حاجة، ومع ذلك ما يتكلمش فيه خالص. في المرتبة ال11 بيجي برج الميزان، وده لأن برج الميزان عقلاني شوية، هو المفروض إن هو بيوازن بين الكلام اللي بيقوله وبين التفكير، لكن برج الميزان دايماً كلامه بيعدي على مخه الأول، يعني لازم الحاجة تعدي على مخه ويقتنع بيها وبعدين يبدأ يتكلم بيها. فعشان كده مش هتلاقيه من النوع اللي بيقول كلام هو مش عارف هو بيقول ايه، ممكن ساعات لو هو متعصب قوي او واصل لدرجة عصبية شديدة جدا، لكن في العادي برج الميزان من الناس اللي دايما بتحكم عقلها شوية زيادة عن كلامها وعن لسانها. في المرتبة ال10 بيجي برج الدلو. برج الدلو من الأبراج برضو اللي بتفكر كتير جدا وبرضو كلامها قليل، وعشان كده بيجي رقم 3 من الأقل الأبراج اللي بتتكلم الأول وبعدين تفكر، وده لأنه برج حالم قوي كده وفلسفي، بيفكر كتير جدا وبيتكلم قليل، لأنه لما بيتكلم بيبقى عارف كويس قوي الكلمة اللي بيقولها دي راحة فين وقصد بيها ايه. في المرتبة ال9 بيجي برج السرطان، وبالرغم من ان برج السرطان من الابراج اللي مشاعرها بتطغى عليها اكتر من عقلها، الا انه برضو بالرغم من انه بيحس جدا وبيبقى عايز يخبطك على وشك مثلا لو انت ضايقته او كده، الا انه كلامه بيبقى قليل، يعني مش دايما اللي بيحسه بيبان عليه، او مش دايما اللي بيحسه بيتصرف بيه، ممكن يخبي وممكن يداري، بيعرف ازاي يكتم الكلام جواه ويخبيه وما يقولهوش. في المرتبة الثامنة بيجي برج الثور، وبالرغم من انه عصبي وعنيد ودماغه ناشفة جدا، الا انه كلامه قليل، تفكيره اكتر، عشان كده مش دايما لسانه بيسبع عقله لانه عقلاني وبيحب دايما يرجع للاخلاق وللقيم، ما بيحبش يبقى مندفع مع انه احيانا بتفلت منه، لكن في العادي برج الثور برج راكز كده، مش اي حاجة بيقولها ومش اي تصرف بيتصرفه، لانه ما بيحبش يتصرف تصرف وبعد كده يندم عليه، فبيفكر كويس قوي قبل ما يقول اي كلمة. في المركز السابع ويعتبر في نص القايمة من تحت أقل شوية، برج العذراء. برج العذراء من الأبراج اللي مش دايما بتعرف تعبر عن اللي جواها، وكتير قوي بتخبيه وبتداريه، عشان كده بيجي في نص القايمة، يعني لا هو بيتكلم قوي ولا هو بيفكر قوي، بيفكر كتير جدا بس قبل ما يتكلم بيعرف هيقول ايه، بيرتب الكلام ومبيحبش يقول حاجة هو مش قصدها، ما بيحبش يبقى مندفع في كلامه، دايما بيحب الكلام يبقى في مكانه وليه معناه. وبيجي برج الجدي في المركز السادس من الأبراج اللي لسانها أطول منها، معنى كده ان هو من الستة الأوائل، وبالرغم من انه ما بيحبش يعمل حاجة ويندم عليها، الا انه ساعات كتير قوي بتفلت منه، وده لانه بيستحمل كتير قوي، فلما بتفلت بتفلت قوي. رقم 5 بقى بيجي برج الجوزاء، وطبعا برج الجوزاء لانه برج بطبيعته دبش، مش مضطر بقى يجمل الكلام ولا مضطر يقول حاجة عكس اللي جواه، اللي بيحسه بيقوله على طول، متضايق منك هيقولك في وشك، مبسوط منك هيقولك في وشك، عشان كده ساعات كتير قوي بتلاقي لسانه سابق عقله، سابق تفكيره وسابق دماغه. هو برج اندفاعي وهوائي وما بيحسبش حساب بقى ايه اللي هيحصل وهيقوله ايه وهيعمله ايه، فدايما اللي بيحسه بيقوله فورا ما بيخبيش. رقم 4 بقى ومن الأبراج اللي دايما لسانها سابق عقلها بيجي برج الأسد.
برج الاسد برج عصبي جدا، عصب ناري حمقي كده، ما بيعرفش يكتم الحاجه جواه، ما بيعرفش يستحمل زي ابراج تانية كتير، ما بيعرفش يبقى متضايق من حاجه قوي ويخبيها او يداريها او ياجلها لبعدين. متضايق هقول لك دلوقتي، زعلان فرحان هقول لك دلوقتي، متعصب مش هعرف اجل لحد ما يبقى في وقت مناسب، لا انا هزعق وهتخانق دلوقتي، ما عنديش حاجه اسمها بعدين، اصل لما يبقى الوقت المناسب. هو اصلا ما بيفكرش في الوقت المناسب، هو اللي بيفكر فيه بيعمله فورا من غير تفكير. رقم ثلاثة بقى، ومن أكتر الأبراج اللي دايما لسانها سابق مخها أو تفكيرها، بيجي برج القوس. وده مش لأنه ما بيفكرش كتير، لا، لأنه أصلا ما بيحبش يفكر، ما بيحبش يوجع دماغه. أنا لسه هفكر أقول إيه وما أقولش إيه، لا أنا أقول واللي عايز يفهمه يفهمه، هقول اللي أنا عايزه من غير أي حسابات. وعايز تفهمني صح افهمني، عايز تفهمني غلط انت حر واخبط دماغك في الحيط، ما يشغلنيش. في المرتبة التانية بقى بيجي برج العقرب. برج العقرب من الأبراج اللي برضو لما يكون ما بيحبش حد بيقول له في وشه، لما يكون متضايق من حد بيقول له في وشه، يا إما هتلاقيه بيبص له بصة يجيبه من فوق لتحت يفحمه في مكانه. لكن برج العقرب مش من النوع اللي هو ايه بيعرف يحكم عقله شويه زياده، اندفاعي ومشاعره بتاثر عليه جدا، ديب قوي في كل حاجه بياخدها على جوه جدا، فبتقوم صدى في وشك على طول الحاجه ما بياخدهاش، ويفضل هو بقى يغلي مع نفسه، لا ضايقتني هولع فيك، زعلتني هخبطك بحاجه في وشك، مش هعرف اكتم غيظي او زعلي منك او احكم عقلي بقى واقول لا اصل يصح واصل ما يصحش، لا ممكن عادي جدا اشتمك وهزقك واتخانق معاك وبعد كده بعدين بقى ابقى اشوف اللي انا عملته ده صح ولا غلط. وفي المرتبة الاولى واكتر برج بيتكلم ولسانه سابق عقله، طبعا 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 برج الحمل. برج الحمل اكتر برج اندفاعي في الابراج كلها، برج بيتكلم وبعدين يبقى يفكر، دايما اللي بيحس بيه بيقوم عامله فورا من غير تفكير، شك فيك هيجي يتخانق معاك من غير ما يستنى ويفهم بقى انت متضايق ليه ولا انت عملت له ايه ولا اي اسباب لاي حاجه في الحياه، او يفهم مبرراتك او يسمعك، لا 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 انا هاجي اتخانق معاك وازعق لك والا ادبي واكسر واعمل وبعدين نبقى نفهم ونتفاهم مع بعضينا بس. فدي كانت الابراج من الاكثر، لا من الاقل الى الاكثر لسانها سابق عقلها وسابق مخها.